بجد والله انا من ساعه ما نزلته ما فتحتش والله ولا بصيت. وانا كمان جدا بجد، انتي مش متخيله. احلفي. خلاص انا هكلمها على طول. فريده اقفلي التليفون، عايزه اكلمك. طب هكلمك بعدين يا ساره. باي فريده. انت اللي نزلتي صور العيال متحرشين على الفيسبوك؟ ايوه انا. انت فرحانه؟ اه. برضه مفيش فايده فيكي؟ برضه بتتصرفي من دماغك وما بتاخديش راي حد؟ ليه كده؟ ليه كده يا فريده؟ سلمى انت ما سمعتيش بابايا ليه؟ بابايا ليه ممكن ما يحصلوش اي حاجه؟ حقك انا اللي هجيبهولك. لازم تثقي فيا شويه، انا اللي هجيب لك حقك مش حد تاني. انما اللي انت بتعمليه ده هيزود المشاكل اكتر. مشاكل ايه يا سلمى؟ البنات كلها لازم تفهم ان ده حيوان ومتحرش. البنات هتفهم كده، احنا ملناش دعوه. يعني ايه ملناش دعوه يعني؟ انا اللي يهمني هو انت. انا لازم احميكي. انا مش عايزه حد ياذيكي، انت فاهمه ولا لا؟ ياذيني ليه يا سلمى؟ هو في ايه؟ انا مش عايزه كلام كتير في الموضوع. عايزه ايه؟ انا عايزه الصفحه دي تتقفل وفورا. مش هينفع يا سلمى. انا بقول لك لازم تتقفل. انا بقول لك مش هينفع. اسمعي كلامي يا سلمى، الناس كلها بتريليت. فريدة انا ماليش دعوة بالناس، انت هتقفلي الصفحة يعني هتقفليها؟ يا سلمى البنات عمرها ما قدرت تتكلم في الحاجات دي غير دلوقتي بقى. احنا مش عايزين حاجة من الناس. انا هجيب لك حقك وخلاص. روحي دلوقتي اقفلي الصفحة دي. لا يا سلمى مش هفتحها، مش قرارك يا سلمى. لا قراري. لا قراري يا فريدة. مين ده كمان؟ في يا سلمى؟ هاي ازيكم؟ معلش معلش تعالي. ازاي كده؟ صوتك جاي اتقفل. فريدة هتجنني، انا مش عارفه اعمل ايه بجد، انا مش عارفه اعمل ايه معاها، هتجنني. عارفين راحت عملت ايه؟ ايه؟ رفعت صورة العيال المتحرشين على الفيسبوك عشان الناس كلها تعرف. طب وايه المشكلة؟ انا مش فاهم. انت عاملة كل الليلة دي علشان الموضوع ده؟ انا اتخضيت جدا، فكرت في حاجة مصيبة حصلت. يعني انتوا الاتنين شايفين الموضوع عادي جدا وانا اللي مكبرة الموضوع وانا اللي غلطانة؟ هو مش فكرة غلطانة ولا مش غلطانة، هو فكرة هي عملت حاجة كويسة. انت المفروض تشجعيها مش تقعدي تزعقي فيها زي ما انت بتعملي. اشجعها على ايه؟ هي مش لازم تطلع بطله على فكره خالص. انا اللي يهمني مصلحتها، انا يهمني ان هي ما تتضرش. دلوقتي في كومنتس كتير قوي بتدافع على العيال المتحرشين، ولسه لغايه دلوقتي ما حدش عارف اسم البنت اللي تحرشوا بيها. نفرض حد حط اسمها، نفرض ابو الواد شير اسمها وصورتها ودفع فلوس لناس عشان تشتمها وعشان تشوه سمعتها، هي نفسيتها هتبقى عامله ازاي لما تشوف كومنتس بتشتم فيها، لما تشوف سمعتها باظت، والعيال في المدرسه مش هيرضوا يتكلموا معاها، والامهات هتخلي البنات ما تكلمهاش. ما يكلموهاش، هي ما عملتش حاجه غلط. هي الموضوع مش غلط وصح، الموضوع ان انا خايفه عليها، انا خايفه على نفسيتها. سلمى انت ليه شايفه السلبيات وبس؟ البنت ما عملتش حاجه غير انها رفعت صور ولاد على صفحه بتفضح اصلا المتحرشين. وبعدين يا حبيبتي لو هما مش متاكدين ان الكلام ده صح ما كانوش هينشروا. لو انت خايفه بس على البوست وعلى الكومنتس السلبيه، هي في حاجات كتير ايجابيه وكومنتس كتير ايجابيه هتدعمها. انا مش ده موضوعي دلوقتي، انا ما يهمنيش كل ده. انا عاوزه الحاجات دي تتشال، الصور دي والموضوع والكلام في الموضوع كله يتشال. ممكن اقول لك على حاجه؟ انت بتدافع عن العيال المتحرشه. انا ما بدافعش عن حد. انت بتقول ايه يا لؤي؟ ايوه ما انت كده بتساعد. انا هاجب لها،